أعوذ بالله منك ومن صباحك، هو ده الأدب اللي اتعلمته؟ تدخل ما تصبحش على أبوك ولا على جماعة أبوك. سيبه ده عيل زي ما بتعلم أخته بيعمل. حط صينية يا واد، حط صينية زينب. الله يبارك. كنت بكره أشوفها لأنها خدت مكان أمي في البيت، وتحت الشجرة دي كنت دايما أهرب منه ومنها، وأنا خايف أرجع البيت تاني ويفوت علي النهار ويجي الليل. حسني يا ولا، يا حسني يا حسني، راح فين بس الواد يا اخواتي؟ اهو يا خالي. دي عامله تعملها برضو يا حسني؟ صعبك يا خالي تاخدنا انا عندكم، ما ترجعنيش عندهم تاني. انا رايح معاه، ما تخافش، ماشي معايا. خبطي على ابوك يا هني. ما اقدرش يا خالي. ده هي تخفيكي وتخفي اخوكي في يوم واحد. عايزه ايه يا بنت هنيه؟ ده انا خلي ولادي في مطاوع، انا جبت الواد معايا، لقيته كان خايف وهربان في الغيب. لو تسمح عايز اقول لك كلمتين. هو ده واد ولا يا صحابي؟ قول يا سيدي عايز تقول ايه؟ انت يا راجل ما عندكش مفهوميه ليه؟ راجل يجي لك لحد بيتك تكلمه من ورا الباب زي الحريم؟ سامعه؟ ما ترد عليه، هو انت مالكش لسان؟ برضه ده كلام تقوله يا صحابي؟ معلش انت برضه ضيف، يعني عملت بوصول الضيافه يا خاي؟ وفضلت تكلمني هنا؟ سيب الولد. ولد ايه الا تيب؟ اه؟ بقول لك سيب الولد وصهرب. لا، لازم اتكلم معاك دلوقتي. اعمل لك مروه وانا مستنيك فوق المتعبين. يا طاي ولاد وخال ولاد. ناس ما عندهمش دم، هو ده وقت زياره ولا وقت كلام؟ وحياتك هو اللي بيوزهم. وقفلت العيال كلها منه. خدي حسني وخش في اوضتكم ولا تخافوش. هو الصبح بيخلصوا من جتتك. ما عادش كلام من ده، انا هعرف اتصرف معاه. تصبح على خير يا خالي. وانت من اهل الخير. جت كل بلاوي. مساء الخير يا سحافظ. مساء الخير يا شنطاوع. بقى انا بصراحه كده مش عجباني طريقه معاملتك للاولاد. طب ما تعلمني اعاملهم ازاي؟ شوف يا شنطاوع، البيت ما هوش مدرسة، الشدة اللي انت واخد عليها مع مدرسينك وفراشينك ما يصحش تعمل بيها اولادك في البيت. يا راجل ده انا كفرت وبملي الطفشان من عمايلهم. تطفش من ولادك يا سمطاوع؟ من البت الغلبانة اللي من كسره، ومن الواد اللي ربيت له الرجفة والذل اللي بان في عينيه. دهدي خليني احكي لك وبعدين احكم انت لنفسك. مفيش داعي تحكي لي بعد ما سمعت بودني. ربنا يهنيك بمراتك ويهدي سرك معاها. يعني ايه؟ هنية ابن خالها عاوزها، نكتب كتابها عليه وتخلصوا منه. وحسني كمان شهرين يختم علومه هنا، سفره مصر يخش المدرسة هناك. وهيقعد فين في مصر؟ عند غانم عبد الحفيظ بلدياتنا، عنده دكان لبان وربنا فاتح عليه. أنا مش حامل مصاريف مصر يا صحابي. مش هتغرم له حاجة من عندك، هصرف عليه من الكام فدان اللي سابتهم أمه. أنا موافق، بدل ما تلهي ريع الأرض ببطنك. الله يسامحك، ما تطلعش منك العيبة أبدا. خلينا في المهم، نكتب كتاب البنت يوم الخميس. وهو كذلك نقرا الفاتحه دلوقتي.